واحد اثنين ثلاثة. اليوم سوق واقف كله مغربي لابس مغربي كيتكلم مغربي. اليوم سوق واقف هو نقطة بحال هو نقطة من كازا من طنجة من مراكش هو نقطة من المغرب. هنا الجماهير المغربية متواجدة كلها فرحانة بالإنجاز ديال النخبة الوطنية اللي حققتها ضد الشياطين الحمر. قالت لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زياش تبريرة سبح عليهم جابوا خلال أعطاهم الثانية القضية إن شاء الله. بيبا المغرب وشكرا الركراكي التاكسيك ديالو كان واعر. قدم لنا مباراة كبيرة 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 بزاف وحتى واحد رجع المدربين المغاربة عطاهم حقهم اللي كانوا ديما مضطهدين. كان حنا ديما كنقلبوا على دي كوتش من برا. الحمد لله المدرب المغربي حاليا عنده قال كلمته في هذا الماتش وتبارك الله على الاسود اطلس وفيفا المغرب. أسرة مغربية كاملة فرحانة الراية فرحانين بهذا الفوز وشكرا للمغاربة وشكرا اللي مدمعينهم بالعالم كله. إن شاء الله تكون شي حاجة مزيانة في هذا الموضوع. إن شاء الله نتمنى شي حاجة أحسن. جيتي من المغرب جيتي تشجعتي أنت؟ جيت تشجعت أنايا. فرشتي في المغرب؟ فرشت. فرحتي؟ فرحت مزيان وكنشكر الوالد الركراكي والجمهور. شكون اللي عجبك بزاف؟ كلهم عجبوني تبارك الله عليهم كاملين. الحمد لله فرحنا كثير طبعا المنتخب المغرب أدى أداء ممتاز طبعا. وان شاء الله نتمنى له التوفيق ويصعد ان شاء الله الدور اللي جاي. شو السوق واقف اليوم كله مغربي كل شيء لابس احمر؟ ان شاء الله كله لابس الاحمر وفرحان بالفوز يعني الحمد لله رب العالمين. مغاربه وكل الجنسيات ما شاء الله بيحتفلوا بفوز المغرب. ان شاء الله اخويا باين عليك انت غوتي اليوم ولكن انا عيد فقير. مبروك للمغرب ومبروك وديما مغرب ان شاء الله. انت مصري؟ لا مصري. مبروك للمغرب وديما ان شاء الله الفوز للمغرب والمباراه القادمه مع كندا ان شاء الله ندوز ان شاء الله. ان شاء الله ندوز. والدور الثمانيه ان شاء الله باذن الله التوفيق وديما مغرب باذن الله. الله يصلح الوليدات مبروك عليكم كاملين الله يفرحكم. صراحه المغاربه بعد اول حاجه المغاربه شابو با. علاش اليوم حتى حنايا دخلنا في الكوتشينغ ديال الوالد الركراكي. علاش ملي قال لينا دخلوا ما ديروا السطوريات بنادم يجلس بنادم يشجع ما تصفروش على النشيد الوطني ديال بلجيكا بنادم تصمت. وهذه عجبتني. هذه علاش كنبينوا للناس كنعطيو واحد الصوره ان راه الشعب المغربي شعب حضاري شعب بشكل فريمون شعب واعر. هذه اول حاجه وهذاك الشيء يعني واحد لومبيونس دارت في الاستاديوم سي انكرويابل. يعني داك الشيء كان فريمون واحد النيفو هارب. راه الصفار ما زقيناش راه الصوت خلينا المهم غندوزو ان شاء الله السيمانه بالعسل والحامض. ولكن الدنيا مبروك علينا الفوز جميع المغاربه وجميع العرب من المغرب من الغرب حتى الشرق فوالا. الماتش داز مخير مزيان اللعبه تقاتلوا والحمد لله المغاربه برافو. يعني كان واحد لا بريزونس روح قتاليه وما ننساوش ان الجمهور المغربي كان رقم 12 في الملعب. يعني اقسم بالله العظيم الى دفع من الدقيقه 0 ولا الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 95 وهو كيدفع سواء في الماتش ديال كرواتيا ولا في الماتش ديال بلجيكا. وما نقولش لك انه في ماتش ديال كندا غادي يكون اوتيني اكثر ان شاء الله. ان شاء الله يكون الكاليفيكاسيون ماتش ان شاء الله. الكاليفيكاسيون ان شاء الله غادي نحاولوا نلعبوا على البروميير بلاس. اقسم بالله زعما شوف دخلنا الماتشات اخرين دخلنا الماتش ديال فرنسا والدنمارك شفنا جماهير اخرى. اقسم بالله اخويا راه الجمهور المغربي لا احسن جمهور وحرام والحضور ديالو حرام. هاد النسخه ديال قطر يمشي منها الجمهور المغربي. قسما بالله الجمهور المغربي قسما بالله راه بزاف راه بزاف غيولي واحد النوع من الحزن. ماشي قضيه اخرى قضيه اخرى السعودي ولكن راه غادي تكون واحد النوع حب الوطن. هنا كيبان لك حب الوطن ديال المغاربه. وشكرا للعابه وشكرا للعابه وحب الجمهور زعما حتىش مالغري بليسيو. يعني كانوا دراري يعني لا حكيمي لا زياش لا بونو لا مزراوي لا ملاح لا دراري كاملين كاملين تقاتلوا. يعني ما بقاوش نديروا واحد الرساله كنبعثها للجمهور المغربي. ما نبقاوش نفرقوا نقولوا هذا ولد البلاد وهذاك راه ولد المهجر. حتى راه كاع مغاربه اليوم راكم شفتوا كاع مغاربه. لا كنا مغاربه. لا ان شاء الله في المقابلات